السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فكما كتشوفوا معايا فيديو جديد على القناه، موديلات رائعه وانيقه ومتميزه بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الجلابه المغربيه بكل تفاصيلها. شي حاجه انيقه يا البنات، شي حاجه لاول مره غادي تشوفوها. فإذا كنتي من محبي الموضه مع الكل تنضم للقناه وتفعلي جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. نبداو الفيديو ديالنا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، صلاة مباركة وسلاما تاما. فهنا نبداو بهاد الجلابة هادي اللي جاية متميزة ما شاء الله، أنيقة، واحد الفصلة اللي هي رائعة وأنيقة. شوفوا معايا البنات، بالنسبة للثوب اللي دارت به الفوق ديال الجلابة، وبالنسبة للقميص ديال الجلابة كيفاش جا كذلك. هنايا اللون الأحمر جا رائع وأنيق مع هاد اللون هذا، فواحد التناسق اللي هو رائع. فهي لوحة فنية كما كتشوفوها معايا، صالة رائعة. وبالنسبة للقميص كيفاش مطروس كذلك، والكول ديالو كيفاش طالع ما شاء الله، شي حاجة أنيقة ما شاء الله. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، فهو جا مختلف كليا على اللي شفناه من قبل. شوفوا معايا البنات، بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الازرق مع الملكي مع هذا اللون اللي كيجي بحال الدوغي، شوفوا معايا البنات واحد الخديمه كيفاش شات. بسيطه ولكن ما شاء الله انيقه. شوفوا معايا الطرز الرباطي كيفاش جف هاد الشلابه في الصدر وفي القميمات كذلك. شوفوا معايا القميص كذلك كيفاش جا، فهو جا بالشبكه، وكيفاش طالع الكول ديال القميص، عطى واحد الجمال للجلابه اللي رائعه. البنات بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، مازال شوفوا معايا الجديد اللي هو انيق ورائع. شوفوا معايا كذلك هاد الجلابه هادي كيفاش جات ما شاء الله بهذا اللون الغزال. شوفوا معايا، شوفوا معايا الخديمه كيفاش مخدومه. فهنا هذا فيديو كيقربكم اكثر لهاد الجلابه. وهذا موديل اخر اللي جا انيق ما شاء الله. شوفوا معايا البنات الخديمه كيفاش جات ما شاء الله. شوفوا معايا بالنسبه للالوان، بعد وجه لي البدي والبرد ما شاء الله انيقين. شوفوا معايا القميص كيفاش جا مطروز في الصدر، وكذلك في الكميمات كيفاش جا مطروز. شوفوا معايا الخديمه كيفاش جات، هي انيقه ما شاء الله غزاله. وهذا موديل اخر كذلك اللي جا مختلف على اللي شفنا من قبل. بقاو معايا مازال غتشوفوا، مازال جديد لاول مره غادي تشوفوها البنات، شي حاجه اللي هي انيقه. شوفوا معايا الجلابه كذلك كيفاش جات غزاله ما شاء الله باللون الاسود. بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون الاسود، شوفوا معايا كيفاش جات الشبيكه في اليدين، الخديمه كيفاش جات متناسقه ما بين القميص والفوق ديال الجلابه. نشوفوا هذا الموديل كذلك البنات، شوفوا معايا الموديل هذا كيفاش مخدوم في الكميمات ما شاء الله. شوفوا معايا الخديمه كيفاش جات، فهنا راه فيديو كيقربكم اكثر لهذا الشليبه ما شاء الله، شي حاجه اللي هي انيقه. وحتى الخدمة ديالها جات أنيقة وبسيطة. هذا موديل آخر كما كتشوفوه معايا بهذا اللون ديال الكاشير كيفاش جا زين ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمة ما شاء الله أنيقة. شوفوا معايا الخدمة ديال القميص كيفاش جا كذلك. شوفوا معايا العقيدات كيفاش مخدومين، هنا الكم كيفاش مخدوم ما شاء الله، خديمه رائعه وانيقه. فهنا راه فيديو كيقربكم اكثر لهاد الجليبه هادي كيفاش مخدومه. فما تنسوناش من اللايكات، خلونا نوصلوا لاكبر عدد من اللايكات. فإلا مازال مشتركتيش في القناة اشتركي في القناة هكا باش يوصلك كل جديد. هانتوما البنات شوفوا
شوفوا هاد القديم هادي حتى هي اللي جات جديده وانيقه بالنسبه لهاد الفصل ديال الشتاء. ما شاء الله هذا لون اخر، شوفوا معايا خديمه فهي مخدومه اللون في اللون، غزاله ما شاء الله انيقه. فكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين. ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، فإلا مازال ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه هكا باش يوصلك كل جديد.